اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. خلاها سمك النهارده يا مغازي. لما نقول خلاها سمك، يا اما قاروص يا اما بوري يا اما بولتي يا اما دينيس. تعالوا مع بعض، معانا سمكه القاروص النهارده، واحنا بنعملها بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا على السوشيال ميديا. لنا موقف مع القاروص دايما متحدد اقامته، يا اما يتعمل زيت وليمون، يا اما يتعمل سنجاري، يا اما يتعمل مشوي. انا هعمله النهارده بطريقتي الخاصه، هنعمله بالزبده والليمون. زبده وليمون ده لها تركايه كده، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، بحيث ان الانسجه بتاعه السمك ولحم السمك يشرب الفليفر بتاع الزبده مع الليمون. دي فيها فكره شويه كده، هنعملها مع بعض، هتعجب حضراتكم ان شاء الله. الاضافات يا اما مكرونه يا اما بطاطس حسب رغبه ولادك. السبارخ واطفالنا والمدارس طبعا بنتمنى لهم التوفيق، وانا اعتقد المدارس كلها دلوقتي خلاص عايزين نغذي ولادنا. يعني ممكن هم بيحبوا الجمبري المقلي، يحبوا الكفته، ايه رايكم نعمل النهارده طبق مكرونه بالجمبري والسبانخ؟ لان ما بيحبوا الجمبري، فنحط لهم السبانخ، ده طعم جوه الجمبري. والسبانخ غنيه بالحديد وبناء الاجسام، وبتغذي الاكسده والاجسمه طبعا في بدايه المراحل من العمر. فخلونا نشوف ازاي نعمل طبق مكرونه بالجمبري والسبانخ، معاها كريمه طبعا ومعاها فكره طهويه. نيجي للبطاطس بتاعتنا، كانت معانا من امس واحنا كلامنا طبعا واضح مع حضراتكم، المصداقيه والشفافيه ده شعارنا على شاشه القناه الاولى. امبارح الوقت ما سعفناش ان احنا نعملها، انا هعملها النهارده البطاطس بالخلطه المغازيه، والكل عايز يعرف يعني ايه الخلطه المغازيه مع بطاطس بثلاثه تعريفه، هيبقى طعمها في حته ثانيه. معايا السبانخ النهارده دايما، وانا من ضمن دايما دوله الاطفال ما كنتش احب السبانخ الا لما عرفت قيمتها الغذائيه العاليه، وعرفت فوائدها، وان احنا ما نقدرش نستغنى عنها في المراحل الاولى من العمر بالذات. على فكره المراحل الاولى من العمر لغايه 20 سنه الجسم بيقدر يمتص ويستفيد من اي اكل ناكله ايا كان هو، وبعد ال 20 سنه بيبدا يختار اللي على مزاجه حسب الحاله المزاجيه اللي انت عودت الجسم عليها. مين اللي بيقول كده؟ الفلسفه العلميه والعلم الطهوي. حلو الكلام، والعلم لما يتكلم سمع هوس. ولادنا مش بيحبوا السبانخ بس يحبوا الجمبري، يقول لك بتاكل سبانخ يا بتاكل سمك يا بابا، يقول لك لا انا عايز جمبري. فمعايا مكرونه بالجمبري النهارده مع الكريمه، هنعملها وهنضيف لها سبانخ. المقادير على الشاشه، سبانخ طازه من خير ارضنا، ومعانا جمبري لحم زي الفل، ومعانا كمان مكرونه اسباجيتي وشويه كريمه لباني وشويه زبده وماء مغلي على النار وقليل من الشبت وبصل وتوم. هي دي المقادير اللي على الشاشه، واعتقد دي متواجده في اي بيت، ولكن الفلسفه الطهويه اعتقد ان هي موجوده عندنا وبس. مكرونه بالجمبري والسبانخ، والاصح نقول بالسبانخ والجمبري، لان السبانخ انا بحبها اكتر من الجمبري، مفيش مشاكل منها مع الكولون مع الجهاز الهضمي، مشاكل الامساك حديد. الجمبري غني بالكوليسترول والحاجات، وكتير دكاترة التغذية اللي عنده كوليسترول ما بينصحوش بالجمبري، بس يعني اهو نشمم طبق المكرونة خمس ست حبات جمبري على المقشي. هل في مكرونة بالسبانخ؟ ارابياتا من المطبخ الطلياني بيكون السبانخ من ضمن مقادير الخضار، سبانخ وجزر وفاصوليا وهكذا. المقادير نبص عليها خلاص تمام، نشتغل يا شباب بينا يلا. أول حاجة هعملها هاخد المكرونة دي أحطها في ماء مغلي مخلوط بالملح والزيت، وأحلها. يعني ايه تحلها يا عم الشيف؟ يعني تاخد غلوه على النار لمده 3 4 دقائق. مع العود الروزماري ده مش هيقول لا، بس اهم حاجه ما تكسريش المكرونه ولا تيجي جنبها، خليها سليمه زي ما هي. زي الفل. طب اجيب حله كبيره ازاي يعني؟ انا ممكن استوي في حله اصغر من دي. ما اللي انت شايفه ده لما هي المكرونه الميه تغلي هتنزل تحت. مخرجنا الجميل راجل طيب، هو المخرج يعني مش لازم يكون شيف شاطر، ما لو انا بقيت مخرج شاطر وهو بقى شيف شاطر محدش هيشتغل. فايه المكرونه يا عم المخرج لما هي هتستوي هتلاقيها سقطت لوحدها. بص كده زي مثلا كده اهو، بص بدات لوحدها. طيب تمام زي الفل. طيب تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنوفق ما بين جمبري وسبانخ. هو ده الكلام بقى. ومعانا طماطم شيره اهيت، ومعانا كريمه لباني، ومعانا زبده، ومعانا توم، ومعانا بصلايه حلوه، وهندلع المسائل. حلو الكلام. معانا جمبري، معانا طماطم شيري، معانا بصل وتوم وكريمه لباني وزبده. تعال اعمل لنا طبق مكرونه بالجمبري والسبانخ، وحقوق الطبع لدينا وبس. في حله على النار بتسخن شديده الحراره، انا عايزها تسخن
مزاجي تكون سخنة جدا، بحط فيها معلقتين زيت زيتون، وبحط على زيت الزيتون ده مكعبين من الزبدة بس مش هحطهم دلوقتي. واخد البصلة الحلوة دي واقطعها يا عم الشيف شرايح. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. هتروح فين الصبح؟ هتطلع من الاستوديو تجري يعني؟ هي في الفرن. حابب تبص عليها قول لي افتح لك الفرن. حسب ما انت حابب، انت بس آمر يا خالي. بتستوي. وتطلع من التسوية تجيلك. دي البصلاية. هاخد البصلاية دي كده. دي البصلاية بتاعتنا اللي احنا هنحطها على السبانخ والجمبري. نحط عليها فص ثوم حلو. ركزي معايا بقى عشان نعمل شوية مكرونة بالسبانخ حكاية. احنا لما بنقول حقوق الطبع لدينا وبس مش من فراغ. في تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد يا ست الكل. ده عود روزماري. ما انا عايز الاولاد ما يحسوش ان دي سبانخ، السبانخ يعني عشان نبقوا واضحين مع بعض وفي صراحة، الواحد لما بياكلها لوحدها كده مش أي حد بيتقبله. دي البصلاية حطيت عليها سنة شبت وعود روزماري. والتومة هنحط الزبدة. يا المكرونة فين يا مخرجنا؟ دي زبدة. آخد الخلطة دي يا عم الشيف. الله عليك. إيه الحقيقة الصورة الحلوة؟ مبدعة. من يومك مبدع ومعاك فرسان التلفزيون المصري. شفتوا البصلايه الحلوه دي كده؟ يلا يلا كل التفاصيل دي ونقلبها كده. حلوه دي اول حاجه. عرفتي ليه لما بقول طاسه شديده الحراره او حله شديده الحراره؟ علشان الصدمه الناريه للبصله والتومه بالشكل ده كده. زي ست الكل اللي اتصلت من شويه قالت لك احمر البصله والتومه واللحمه المفرومه. ما شاء الله عليك يا امي. شفتوا البصلايه حلوه اهي زي الفل. نسيبها كده زي ما هي موجوده كده. تمام. حلو قوي. المكرونه حاضر. ايوه. بص هي خلاص المكرونه انا بس اضرب فيها كده. خلاص راحت المكرونه. بس هي سليمه خلي بالك، هي مش متكسره. تتكسر امتى؟ لو احنا حطيناها في الحله غصب عنها. سيبها كده في النار. فكره العود الروزماري في الميه بتاعت سلق المكرونه انا عايزه عشان اخد من الشوربه دي للسبانخ. ايه رايك ما تبص على الاحسن من السبانخ وخلينا في المضمون يا راجل يا طيب. شوف العروسيه في قلب الفرن مع التكنيك الطهوي والفكره الطهويه. افتطلع لك بره. شفت انا لما حطيت الزبده في الخلطه الميكانيكيه بتاعت السمكه عملت ايه في لحم السمكه؟ اديته اللون البرونزي. هو ايه ده؟ دي للسمكه، ضرس السمك. حلو قوي. طيب تعالوا مع بعض نشوف هنكمل ازاي. كده الجمبري على النار، سوري البصلايه مع الخلطه. هناخد الجمبري الحلو ده كده نسقطه هنا. ممكن تكون انت احسن مني وتجيب جمبري كبير. هتقولي دلوقتي الشيف المغازي جايب جمبري صغير. يا حاجه الحمد لله. هناخد الجمبري ده كده، ويا سلام لو عندك شويه قشر جمبري تبقى احسن مني. تاخدي قشر الجمبري ده تغليه وتستخدميه في طبق المكرونه ده كده، راح في حته تانية خالص. ده الجمبري شممتها جمبري، يعني مش جمبري كتير ولا حاجه. السبانخ بتاعتنا هناخدها على نفس البلانشه اللي قطعنا عليها البصل وناخدها زي ما هي كده. سبانخ من خير ارضنا اهي، ما شاء الله بتتكلم مصري. الاجانب بيعبوا 10 حبات من السبانخ دولت في قلب كيس كده وقلب علبه بلاستيك، يكتب لك عليها 2 دولار و5 دولار. شفت السبانخ عندنا كوم السبانخ. بسم الله ما شاء الله. وطعمها عسل طلع من الارض العسل. شفت السبانخ طازه. اللهم صل على النبي. شكلي لاولادك كده السبانخ. الرجله، رجله مفيده جدا. السريس اللي هي الهندباء دي بتتباع بالدولار بره ومش موجوده، يعني خلي بالك الحاجات دي مهمه جدا. الهندباء أكلة الأمراء والمماليك، اللي هو السريس بتاعنا. شفتوا الريف المصري والصعيد المصري ربنا أنعم عليه إزاي؟ وخلي بالك لما تعد نعم ربنا مش فلوس وبس، خلي بالك ده في حاجات كتيرة. الأمان والأمن، نعم ربنا علينا في الأرض الطيبة، كل ده. هناخد السبانخ الحلوة دي يا عم الشيف ونعرفهم على بعض. بس قبل ما أعرفهم خلينا ندور الجمبري مع البصلة والتومة.
واحط دي هنا ولا خليها؟ حاضر، تعال شوف المكرونه. الله عليك. الجمبري في طارول السوى، بصل، ثوم، سنة شبت، زيت زيتون، زبدة، ونرجع تاني نفرتهم كده. لا مش هتخش الفرن، دي هتستوي في نفس الحلة. ناخد السبانخ نحطها هنا كده. الله، اللي ما بياكلش السبانخ من النهاردة هياكل السبانخ، وخاصة الأطفال. حلو؟ نعم، ممكن نستخدم الهندباء بدل السبانخ، نستخدم السلق بدل السبانخ. ممكن نستخدم الخبيزة بدل السبانخ. الناس اللي بيحبوا الخبيزة، مش نعملها بس يخنة بالطماطم ولا باللحمة، لا. نسيب دي كده على النار. حلو قوي. عندي مكرونة، المكرونة ما بتغليش ليه؟ هقول لك بعد ما نخلص. لا يا باشا، هي زي الفل الحمد لله. المكرونة اخدتها زي كده مستوية يا غالي. انا ابص لها بس تستوي. يلا يلا العب. تاني. حلوة الفكرة دي، عجبتني. ما هي تكمل سواها هنا، ولو طلع معاك شوية مية في المكرونة عادي. أنا عايز شوية المية دول يطلعوا. حابب إن هم يطلعوا. بنرسم لوحة فنية. ولما نقول حقوق الطبع لدينا وبس، يعني تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. الله. شفت المكرونة من شوية كان شكلها إيه؟ أنا عشان مخرجنا حابب نطلع فاصل بعد دقيقتين ولا قول لي؟ أنا معاك. حاضر، تمام، زي الفل. حاضر. بس أنا عايز أعمل تركاية بصراحة مهمة جدا، لو تسمح لي. حلوة، تمام، زي الفل. شوف بقى التركاية اللي أعملها، ودي مهمة جدا. ولما بنقول حقوق الطبع لدينا وبس، ده مهم جدا. بجيب كسروله كده بسرعه عشان وقتنا ازف، واحطها هنا كده، واحط فيها ماء مغلي زي ده كده. ركزي يا امي الله يرضى عليكي، دول كفايه قوي. واحط على الميه دي كريمه اللباني. الله عليك الله عليك يا مغازي. سنه شبت صغيره، شوية الملح الحلوين، شوية الفلفل الأسود الحلوين. حذر فذر، دول هيتحطوا فين يا مخرجنا؟ بالله عليك، لو قلت لي هاكلك من المكرونة دي. العب يا سمك. نروق الدنيا. دي مهمة جدا على فكرة بقى، هي دي اللي إيه؟ هتسوي لك كل الليلة دي كلها. نروق الدنيا، ونشيل دي من هنا عشان عم ملح. الله أكبر. ونحط على الخلط ده شوية زبدة. يلا حاضر، عينيا. هناخد بعضينا ونفس الحلة على النار بنسويها كده. في جمبري مع خلطة مغازية، في سبانخ، في مكرونة تقريبا نص سوا. هناخد الخلطة الحلوة دي كده بعد تتبيلتها اللي هي الشوربة بتاعت سلق المكرونة، حطيت عليها كريمة لباني، حطيت عليها زبدة، حطيت عليها سنة شبت صغيرة، ملح وفلفل. اوعى تخترعي حاجة تانية. خلينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل نشوف وحقوق الطبع لدينا وبس. مكرونه بالجمبري والسبانخ، ومعانا سمكه ارز في الفرن جميله جدا معموله بطريقه جديده. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. We'll be right back.
شوف بس، شوف الشقاوة دي، شوف الشقاوة دي يا خيي، شوف بص بالله عليك، شوف الحلاوة دي، شوف الحلاوة دي. طلع السمكة عينيا. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي يا حلوة، تستاهل تقعد في العالي. شفت ازاي؟ فيها الجمبري، فيها السبانخ، فيها الحديد، فيها الفوسفور، فيها البصلة، فيها التومة، فيها الخبرة الطهوية. حبيبي الله خليك، ده بقول لي ريحتها جامده كده. انت بتتكلم جد؟ والله العظيم انت راجل محترم. انا لما اكله بشوفها مثلا واشوف الصوره بتاعتها، انا بشم ريحتها، بيجي لي ايحاء بان ريحتها حلوه زي ما شكلها حلو. نغرف المكرونه هنا، ايه رايك؟ تستاهل هنا. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا، يلا بينا على بلد المحبوب. الف هنا وشفا. الحل اهي، الحل اهي، اهي والله العظيم ما فيها شيء. بالله عليك جيب الحل اهي، اهي ما فيهاش حاجه. دي الحل اللي انا سويت فيها السمك، ارفعها ولا اخليها؟ تمام زي الفل. بس خلصنا خلاص، نسويها كده عشان عايز اعمل شويه بطاطس حلوين للامانه، لان السفره كده ناقصها شويه حرمشه. هي الحرمشه شويه بطاطس، يا اما بطاطس مقليه، بطاطس مشويه. الله، ألف هنا وش. أنا عايز أعمل بطاطس يا شفيق. حاضر ماشي. أقول لك أنا المطابخ الغربية بتعمل إيه في غرف المكرونة، يعني عشان سألوني كتير. بنجيب المغرفة دي كده، بنعمل كده، والبرسنال ده بيتحط كده في قلب الطبق. بص أهو كده أهو. طبعا دول كل واحد ياكلهم في معلقة واحدة يعني، أهو بالشكل ده كده. ألف هنا وشفيق حط في قلب الطبق كده، وجنبها حتة السلمون المشوية أو السمك الفيليه المشوي، وبألف أنا وشيف أو كابوريا أو استاكوزا. حلو زي الفل. العين الحمراء بتاعت السمك معانا، مكرونة سباكيتي معاها سبانخ، معانا سمكة قاروص فيها خبرة طهوية وفيها حب. يعني نقول مع بعض في نفس واحد، ودايما بنقول ويا رب يجعلنا دايما نقول، رؤية فن إبداع تشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.